Merci bien pour l'organisation de cette importante conférence. S'il vous plaît. إن معاناة شعبنا دخلت منعطفا خطيرا بأزمات إنسانية واقتصادية وأمنية أصبحت جزءا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الليبي. ناهيك عن تمدد سرطان الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الذي اقتطع أجزاء من الوطن. هذه الأزمات هي التي تدعونا اليوم إلى التحرك والعمل سريعا على التصدي لهذه التحديات. معطيات حول تقدم العملية السلمية وأعطي الكلمة الآن إلى L'écrasante majorité du peuple libyen est en faveur de l'accord politique libyen. Et l'écrasante majorité du peuple libyen appuie la formation du gouvernement d'entente nationale. Et l'écrasante majorité du peuple libyen veut et mérite la paix maintenant. كما تعلمون أن المجلس الرئاسي ولد من رحم اتفاق سياسي.